السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. كثيرا ما يتم التحدث عن أغنياء العالم مثل جيف بيزوس أمازون أو مارك زوكربيرغ أو إيلون ماسك. في هذا الفيديو سنتعرف عن مليارديرات وأغنى أغنياء إيطاليا. بدون منازع وبكل تأكيد جوفاني فيريرو هو الرجل الأغنى في إيطاليا، والذي يمتلك شركة الحلويات المشهورة عالميا والتي تحمل اسمه، وقد امتاز بأفكاره الرائعة التي تخص الحلويات وكذلك الامتيازات الخاصة بعمال شركته. على مستوى العالم يحتل المرتبة 29 بثروة تقدر ب 32 مليار دولار. في المرتبة الثانية نجد ليوناردو دي فيكيو مؤسس لوكزوتيكا بثروة تقدر ب 20.4 مليار دولار، تجعله يحتل المرتبة 58 عالميا، وهو الرئيس الفعلي لإيزيلور لوكزوتيكا والتي تحتوي على 8000 محل و 150 ألف عامل. وفي المرتبة الثالثة نجد الأخوان جان فيليتشي ماريو روكا و باولو روكا، ويحتلان المرتبة 131 عالميا بثروة تقدر ب 8.22 مليار. وفي المرتبة الرابعة زعيم فرصة إيطاليا الذي يعرفه الجميع سيلفيو بيرلوسكوني بثروة تقدر ب 7.17 مليار، محتلا بذلك المرتبة 271 عالميا. وفي المرتبة الخامسة عملاق الموضة الإيطالي جورجو أرماني بثروة تقدر ب 6.23 مليار، محتلا المرتبة 327 عالميا. أتمنى أن تروقكم هذه الحلقة، لا تنسوا تدعموا القناة بالاشتراك وباللايكات كذلك، وألتقي معكم في حلقة أخرى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.